ولد فين مكان الشيبان؟ وتقعدون هناك ولا فين تقعدون؟ صح هذا عيل كلثمي. يا عيل كلثمي ولد الشيبان معي شوف لهم مكان. ضبط ضبط ولا تنقدون الطير في السماء لا يشوفون شيء. تعال سامي ونزل عليك شيطان يا شايب يا شايب اركض شوف يوم سمع الدين وكان يصلي في المسجد على الكرسي وهني مع الشولة هيوة هي هي أحمد بينهم يا زين أحمد بينهم كل البحرين كلهم يا زين أحمد بينهم صلح بينهم يا سوا سلايم خيرهم عاشوا أحرق أحرق عاشوا أيوه أيوه قام يركض أيوه 90 درجة وين الخلوق بينهم وين الخلوق بينهم وين الخلوق يلا حس الخاتمة يا الله يلا حس الخاتمة شوف شوف على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك ما ترى ما يشوف ايوه ايوه هني هنا ايه لا انت في دقيقه والله اني قاعد من قبل قد نصحتك قد نصحتك لا تجي مكاني عد مكانك هناك بعض اللي يعرف وين يقعد ما تهوش هنا اهوشك بهذا اصدقك عاشو وكل المسعود كلهم يا زين عبودي بينهم كل المسعود كلهم يا زين عبودي بينهم السلسلة يخيلهم اصدما اجحدا اصدما اجحدا اصدما ادعما 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 اصدما كل المسعود كلهم يا زين الخلوق بينهم كل القحطاني كلهم يا زين صالح بينهم اطول اطول فوق فوق اطول اطول فوق زياده ايوه انت بدون ما تنقزون متعديهم يلا بالعصا يلا بالعصا تحداك تحداك يا اسود واحد ارجع 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 يلا واحد اثنين ثلاث ارجع ولا باكل ولا بشرب ولا باكل ولا بشرب بس بطلع بعيونك بالليل يا دادا بالليل ولا باكل ولا بشرب ولا باكل ولا بشرب بس بطلع بعيونك بالليل يا داني بالليل وبيت الشعر يا المبني وبيت الشعر يا المبني عوالدكم دلوني بالليل يا دادا بالليل وعلى دلعونا وعلى دلعونا مشي الحبايب ما ودعونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا خلاص خلاص اوراق 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 نوين اوراق نوينها علمك حاجه اسمها هذا عندنا خصمه انا شقيته ها اصبر ارد نسبي والله في غره وريك بس ما يصلح لا ما عنده مشاكل كويسه ما عندي مشاكل ايش مشاكله؟ اش ما تزبط مو مشكلتي ها؟ تبي مشاكل؟ لا بس جاني بنك والله جاء بالعافيه يا ابو سعيد ما شاء الله ما قلنا من عالم غدا قبل شوي ما جاء بالعافيه ان شاء الله يا ابو سعيد ما قبل ما ترد ميت بالعافيه ما شاء الله ايش ايش ذا اللي صار يا حياك الله عز وجل طيب حياك الله عز وجل ايش لونك الله لا يسلمك انت عندك الموهبه انت الان تكلم الباطن تعرف انا شايل من فين انت شايل من فين انا طال عمرك من عرعر تعرف تكلم الباطني هذا حق سعد يا منصور البدو الله يحييك يا مرحبا حييك وانت من اي عرب انتم انا من الجنوب والنعم والنعم جينا عند ولد اللي في الرياض معنا مراجعه في الصحه ونعم ونعم اي والله وصلنا في المسجد تعرفنا عليك ليتها ما حصلت اي هالحال من بعض طال عمرك الله يحييك وش مدعناك الرياض ايش جابك الرياض؟ ما اسمع الرياض الرياض ايش جابك له؟ يقول جابك هنا في الرياض ايش عندك في الرياض؟ ايه الرياض ايه والله لي معامله طال عمرك قلبه شوي نكر عليه الله يجعل ايوه ما تشوف شر معك عوال 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 وش عوال؟ يا
يعني معك اولاد؟ اي عوال سميتوها. سميناها انا ربي لازمها عوال. اسمع كذا جاء لك جيت عند ولدك هنا في الرياض؟ ايه ما شاء الله الله يسر. استر استر على ما واجهت. وش يا رجل ذولا؟ ما ادري معنا مراجعه في الرياض دان خلاص نعود الديله معنا جيبان معنا انت وين قوم جيب لي قهوه قوم فز يا صالح عمنا صالح يقول لك جيب القهوه جيب القهوه للشيبه. اسمع ايش رايك تعطي البشت هذا ونمثل اثنين شيبه من الجنوب؟ لا ادري والله نحن يعني لما نطردك صحيح من المشهد. والله طيب نجيب له مشهد ثاني عشان يضبط. لا لا عشان اهل الجنوب تضبط على بعض يعني. أيوه. والشمال ما لهم شيء يعني. جبت اهل الشمال الحين اي قاعد تقلد اهل الشمال الحين يا اخي سالت لهم يا اخي ما تقلدهم. تبع عراقي؟ ها؟ ها؟ عراقي؟ انا مشاعري غرقانه. يلا صالح غرقانه؟ ايش بيك يا ولد؟ ايش بيك؟ ايش بيك انت ايش بيك؟ ما بيني شيء معنا مراجعه في الرياض. لا ايش من شمال عراقي ايش بيك؟ والله يقولون قتلنا لكم ازلمه من عندكم. طبعا انا الساعه اللي عندي واقفه ازلمه قتلناه قتلناه من بيننا وبينكم دم. قتلتوه؟ قتلناه والله. الله يوفقكم. والله الواحد اذا عاد في ديرته يروي ما اذا عاد عندنا نيفه لا يروي. المهم مالك بالطويله؟ ايوه واسوق الغنم واحطها عند الراعي واجيكم مسير من مغارب. ايوه حمام حمام جاكم مسير شكله. ايه شوش يقول؟ شو تقول انت؟ حمام حمام شو تقول انت؟ حمام فصل ما شاء الله عليه والقوم هذا الشايب عاد نشيط. اي والله نشيط. ايش قوم القوم؟ يا اخي ما شاء الله الكويتي قاعد يكتب يكتب كتابه يعني ما يخلص يكتب السيناريو. ايه هفا عليك الا هات 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 سلم. يعني انا خلاص انتهى دوري. انتهى دورك. عيد ما تفهمها من اول. يا الله يلا خلني اجيب مكانك. والله اني ماني قايم. انا شيبان اقرب كذا ماني قايم. يا علي كلثمي. يا صوت ثلاثة شيبان. علي كلثمي شنو علي صدق؟ ثلاثة شيبان. تعال تعال دي خله تعال ابو سيد. الله اكبر الله اكبر عليكم. يا الله اسمع الفكره ان احنا ويانا وصالح تقابلنا في الرياض صدفه. هو جاء عنده مراجعه من الجنوب وانا عندي مراجعه من الجنوب. حلو. وهو ايش؟ انا ولدي. هو ولدي ولا ولدك؟ ولدي ومشهد جاي ولدك. طبعا تقابلنا في المسجد. ها يلا يلا اي يلا حسن الخاتمه. يلا طيبه عشوة الحمد لله على ما يعطي على ما يريد. يعطيك العافية حسن خاتمك. الله يجزاك. السلام عليكم. شفتها يابا قدو بيضحك قدو بيموت قدو بيطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. مسا بالخير. مسا بالنور. من اهل الديرة. عماني اشوفك زين. الله يحسن خاتمك. اقول من اهل الديرة. انت من الرياض؟ من الرياض؟ لا لا يا اخوك من الجنوب. من الجنوب من ربعنا. من ربعنا. ايش دمين؟ ايش دمين؟ من انت؟ هاو من فين؟ من الجنوب. من فين؟ ايه من شعب؟ ونعم ونعم عليكم زود من شعب جارمه. ونعم ونعم مليون. ما عليكم زود. قرني انا قرني من بلقر. والله ونعم يا اهل بلقر. الله ونعم. حالكم؟ حالكم حواليكم. الله 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 مرحبا والله وما شاء الله حلو هذا الرجل حلوه كان ما شاء الله. جينا معنا مراجعه بال حلوه حركه والله يعطيك العافيه. والله بغيرها الحين. جينا معنا مراجعه في ازلم ازلم في الصحه. حد يزري ولدي الله يسعده من بيشه. اللهم امين.
حجز لك من فين؟ من بيشة، مطار بيشة. وجيت طيارة. اي والله قاعد يخضنا في السماء، يخضنا يخضنا والله. اما انا ولدي قال بجيبك في الطياره، قلت ماني بركب طياره يا ولدي. بالله غير روح في الطياره، قلت ما بركب طياره يا ولدي. انا زينه وبتسرع بنوصل بسرعه، قلت ماني بركب طياره يا ولدي. ما بناخذ شوي لحم في الرياض، قلت ماني بركب طياره يا ولدي. عم عود اقنعني في الاخير ركب طياره يا ولدي. خل خضبك الطيار، احسن لك احسن لك، تختصر الطريق. ولا هداب لا ما غير بسم الله الرحمن الرحيم. والله يوم قالت كذي اني احسيت ما في بطني نزل لي لمعاء الغليظه. الله لا يوفقك. وش عرفك ولا طيارين كذابين ما يعرفون يسوقون؟ ما والله يا ما بدبنا في المطار. الله لا يوفقك. مقالبنا 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 ماله ما يمشي كويس. ما علموه؟ ما ادري. اقول لك احنا في السرعه حق المستشفى، انت الطبيب الحين. اي نجي عندك الحين. لا لا كان ذاك جاي. اوه قاعد. كانك جاي جاي. قصدي ان احنا تعرفنا المستشفى بالسرعه. حضري يعني؟ دكتور. اي حضري. قال الدكتور عد هنا. حضري. ايش؟ طبيب. طبيب مات. اي طبيب اي شيء يمشي. لا الطبيب يكون هنا هنا. اي برستيج. ايش اللي فاهم من الطبيب يسوي كذا؟ نظام عرفت. تاكم مطر بسنتي؟ جانا اللهم لك الحمد، جانا خير، جانا خير ابشرك، جاوا شفنا ذا الغيال وش اسمه، وابشرك المناشي وامتلت وش اسمه والرعيان كلت والدنيا خضرت. البيار امتلت. البيار لا الله ما فيها شيء. الرحمه عامه، الرحمه عامه. ابشرك اللهم لك الحمد. ياكم شيء اذا وينهم سنتي اللهم لك الحمد. جاسرك جاسرك. بسم الله. عن اذنك يا انا بتصير وصل السرابنا وشينا وياكم العافية. ياكم ان شاء الله. احنا نرقب هنا من ظهر. الو مرحبا. ايوه ايش يقول؟ هيك اجلوا اجلوا الموعد لبعدين. ولا الله ايش؟ اجلوا 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 الموعد لبعدين. وين الدكتور؟ اقعد هنا. شو هذا؟ لحظة خيي لحظة، عندي التليفون. خلاص اجلوا اجلوا الموعد اجلوا. هيك ما بناسبني يا زلمة. شو بك؟ ايش انت اشكي منه؟ انا فداك. يلا مع السلامة. مع السلامة. اركبكم على ركبه امزاد خضة الطيار لين عود. اهلين يا بيي. اهلين اهلين يا بيي. شو بتشكي انت؟ حكيك يابا. راجعناك مرة مولة. اهلين عمو. واعطيتنا علاج واخاف انك كذاب. المرض اللي معك. ما فاد ما فاد. ما نفهم شيء. شو عم بيقول؟ شو ما عم بيقول؟ اعطيتنا اياه المره ذا بالعات. ما فاد. خلاص انك كذاب مثلك مثل الطيار. والله يوفقك. قلت له اول مره اعطيته علاج ولم يفد. ما فاده؟ اي ما فاده. ما له شغل. ما فادوش. ما بي في. ما بي في. لا تحكي لا تحكي هيك. عم بتعلم باللهجه اصلا. يا اخوي اخلص هبله. اي اقول لك خلينا افحصه. خلني ادخل دوري. شيل شيل الباكوره عندك. شيل الباكوره. ادي له الباكوره. خلي اعلمك خلي اعلمك قدام. ايش عندي؟ اقعد ودك بالعصا. يا لا شيل الباكوره. ودك تقعد يعني اعلمك ايش الماء. ما عليه ما عليه يا ابي لا تعصب. هيك ادي له الباكوره يا ابن عمي. وش الباكوره؟ الباكوره العصايه. هات هات اعطيها هذا المره. طيب هيك معلش ممكن تشلاح؟ ليه ركبتي ركبتي ايش دخلك تشلحني مني؟ الله يشلحك. هلا هلا شيل شيل الله عليكم اذا علموك. عم اشيل الزغط. عم شوف الزغط قلبك قلبك منيح؟ لا الضغط الا انت واشكالك. لسه خلنا نسمع سو اقعد اللي في الساعه خليها بعيد. هي ضغطك منيح بس عم بالي يضرب هيك نغمه سامعها قبل هيك. اقول ركبتي ركبتي ركبتها؟ ايه هيك ارفعها لفوق. لا لا تطلع لا تطلع كل شيء. الله يستر على الطاق. ارفع ارفع لفوق. فين؟ ارفع هيك بشويش بي بشويش بي بشويش شويش. ايوه شويش. لا تضرب بتصل العمين. بشويش بشويش بي بشويش بي شويش. انا بسن ابوك يا عقل والدين. هيك نعطيك الدهنين بنجربها. لا تحط لا تحط. هيك تحط واحدة صغيرة. ايوه شو بيصير فيك؟ بتحط بنشاط هيك. لك يا زلمة ترقط ترقط تركض تركض هيك كيلوين بعد الدهنة يعني. طيب
نستخدمه. اقول لك ذي دكتور ولا مش عارف تفر هيك لسه ما خلصنا. اقول شو 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 عم تعمل بس الماركة هايدي هابلي يا والدي عبد العزيز الله يسعده ما بولدك اقول خاتمة اقول انا هاي وانتو تقولون 40 لوين 45 شباب للسيات وشباب شباب شباب 45 ولا 50 ها واحد منهم متزوج كتبنا عم لي الله يغفر له ويرحمه كتبنا في مواليد يوم واحد انا واحد من اللي مات الله يرحمه الله ولا كتبوا انه كانوا يوثقون كنا نضرب زمان شو تقول ما ادري شو تقول اي اسلام جبن بعد اقول اسلام زين اقول لك انت متزوج حجي هلا مكرونه ايش مكرونه ما عاد في ما عاد لا ما عليه ما عليه اخي هي هيك الدنيا يوم تطلع ويوم تنزل بس نزلتك انت المهم بياك بده هيك سفره يسافر لبلاد الصين بيروح وش يصير للصين يلا انا جاي الرياض معي يروح لبلاد الصين هيك يقول يشم هواء يقول روح للصين خذوه بنانه ايش يبلح للصين ايش يسوي براعبه بالصين هيك في نبته عم بيبونها في الصين هين في الخليج ما عندنا نبته نبته وعندها نبته نبته جد زي نبته زي نبته اموت اقرب من الصين